الآية الأخيرة يقول، هي قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يذكر الله سبحانه وتعالى أنه أهلك قرون الكفرة قبل قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى أنه سيحل بهم ما حل بالقرون الماضية. والقرن هو الجيل من الناس. قد أهلك الله عادا وثمودا، قوم نوح وعادا وثمودا وفرعون وقوم إبراهيم والمتفكات، كل هؤلاء أهلكهم الله بكفرهم. فهل ينتظر كفار قريش إلا ما حل بهؤلاء من قبلهم إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. لا شك أن عادا وثمود والأمم الماضية أشد قوة من قريش، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل، فهو قادر على أن يهلك غيرهم من باب أولى. فهذا فيه التهديد لكل كافر عنيد، لأنه إن لم يتوب إلى الله عز وجل فإنه معرض للعقوبة العاجلة كما حل بالأمم السابقة. نعم.